وديت تلقيح تايب لاين. بسم الله ما شاء الله، شايف طلبه ازاي؟ دي والده بلد، دي والده بلد 8 8 ايام. تمام ماشي، بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي تايب لاين بتتلقح من الذكر الفلاي، تمام اهو. بسم الله ما شاء الله، جابها. تمام بسم الله ما شاء الله. طبعا الخصوبه بتاعت البلاين كويسه جدا، وانك تلقح في الوقت المظبوط كويس جدا مع الذكر اللي حيويته. شايف الحيويه بتاعت الذكر عامله ازاي؟ ما تجيش عند الذكر كسلان خالص وتقول يلا لقح بقى، وما بيلقحش والخصوبه وحشه والكلام ده كله، تمام. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان العلف طبعا يكون فيه كل المكونات الغذائيه، وان انت برده تكون بتحط العلف بالشكل الجيد والمظبوط. شايف النتايه بترفع لوحدها اهو، يعني الذكر لسه مش فوقها وبترفع تاني، تمام. دي خصوبه عاليه جدا، بسم الله ما شاء الله. اهو هيجيبها مره ثانيه اهي، تمام. اهو جابها المره الثانيه اهو، وذكر على مين وخلاص، تمام. فطبعا ده نتيجه ان استخدم طبعا هنا ايه في مزارع الدكتور، اكيد عارف مزارع الدكتور، عارف مزارع الدكتور الشكاره الزر. رجع بقى النتايه، وطبعا بتبقى النتايه كده بتلقح تلقيحتين من نفس الذكر، وتبقى كده ايه بترجعها مقلوبه. عايز تشوف المنظر؟ اه تمام، الله ينور عليك يا محمد. شوف بنشيل النتايه كده بعد التلقيح، بنشيل النتايه كده، ده الوضع اللي احنا بنشيل فيه النتايه بعد التلقيح، عشان برضو الناس اللي بتقوم شايله النتايه بشكل غلط وتقوم مبوظه الدنيا موقعه التلقيح منها. الله ينور عليك. طبعا اهو علف مزارع الدكتور الشكاره الزرقاء ديت اللي هي الامهات، هو ده التسميم. ما التسميم دوت للشكاره، التسميم ديت لبعض التسميم الموجودين اللي هو ايه؟ اللي موجود في العنبر. الخط لسه بادئ في طبق الخط اللي هو بيتلطم، احنا بنفطم جوه العنبر اولا بنفطم جوه العنبر عشان صدمه الفطام ما تبقاش عاليه. بعد كده بننقلهم في عنبر الفطام، في عنبر تاني عندنا اسمه عنبر الفطام، بس بيتنقل بعد اسبوع او 10 ايام من التلقيح زي ما انتم شفتوا كده. بعد اسبوع 10 ايام بنفرز السلالات زي ما احنا عارفين عايزين نفرزها ازاي، ونقوم مطلعين الباقي اللي هيروح عنبر التسمين بيروح عنبر التسمين. شكرا يا محمد.